revue de presse. في الريفيو دو بريس باش نبدا مع سيت التونيفيزيون اللي رجعت للزياره اللي قام بها وزير التربيه ناجي جلول للقسرين وبالتحديد لمدرسه بولعابه نتاع المدرسه هذه كان حضر فيها وزير التربيه على عارض مسرحي مع تلامذه غادي وحكي مع تلامذه وتلاقى معهم وسالهم على الوضعيه اللي عايشه. تلامذه واجهوا بعض الاسئله وحكيوا مع السيد الوزير. ثم تلميذ في المداخله نتاعو ما شكاش من الظروف الدراسيه الصعيبه في المدرسه، ما حكاش على المسافه اللي يقطعها يوميا للوصول للمدرسه هذه، وما عددش المشاكل اللي تعاني منها المؤسسات التربويه في المناطق هذيك من نقص في المعدات والمرافق الاساسيه وغيره. التلميذ هذا يسال سؤال واحد برك، اسمعوا. علاش في الكراس الكراسة اللي نقراو بها ما تحطوش علم تونس، تحطوا علم دولة أجنبية، وكان وراه كراسة فيها علم بريطانيا. هو سؤال وجيه جدا وفي بلاصته، وتبارك الله عليه الطفل، شوف في عمره، شوف شنو جاء المخه، لا قالوا راه مطويو الخايبين، لا قالوا راه الاقسام خايبين، لا قالوا راه ناقصين مرافق اساسيه في المدرسه، جاء البال وكان كان يخمم فيه حتى حد. بالحق كان الغلاف نتاع الكراسه، انا نشوف سؤال بالحق برافو، يعطيه الصحه وبالحق يعطيه الصحه للام اللي ربته، كيفاش تبارك الله عليه تحسه ناضج. علاش ما فماش علم تونس بار اكزومبل؟ احنا كي نمشيو لبرا، عمرك شفت في فرنسا فما كراسه فيها علم تونس مثلا، ولا في بريطانيا يعملوش علم تونس؟ شوف هما حاجتين، الحاجه الاولى ديجا معناها هذه حاجه تفرح اللي صغارنا عندهم وعي كافي انهم يفرقوا بين علامات معناها فين موجوده اصلا، معناها ديتاي صغير كيما هكا في عمر صغير كيما هكا يجم هو يشوفه ويحكي فيه. الحاجه الثانيه اللي هي ماهيش برشا اوبتيميست، انه كي راه اللي هو معناها يحكي في حاجه كيما هكا وماهوش يحكي على الظروف اللي قاعدين يعيشوا فيها باش يجموا يوصلوا للمدارس، وحتى ظروف في وسط المدرسه معناها راهم تعودوا بالحاله هذيك، وهذه حاجه ما تفرحش. اي سيرتو مع العلم يحكي مع وزير، يعني نجم يوصل الميساج ديريكت. انا اللي فرحني في هذا الكل اللي انكونسيامون صغير في العمر هذاك يتجاوز معناتها التخمين في مصلحته هو الشخصيه، ما يخممش في ظروفه هو اللي يعاني منها يوميا، يخمم في بلاده غيرة على بلاده. جيل يطلع كل كيف هكا وكا. بيه نتعدى المقال الآخر باش نقعد في تونيفيزيون. مقال عنوان والي الكاف يزور عائلة تتغذى كامل السنة على الماء والمقرونة ولا تعرف شيئا عن العالم الخارجي. سير رضوان عيار والي الكاف عمل زيارة لمنطقة حمام ملاك من معتمدية الكاف الغربية، شاف الوضعية الاجتماعية المزرية لعائلة تسكن في المنطقة هذيك. العائلة تتكون من 7 أفراد يسكنوا في بيت واحدة، المساحة متاع البيت هذه 6 متر مربع، بلا ماء وبلا ضوء. العائلة هذه تعيش على الماء اللي يجيبوه من الواد وعلى المقرونة حياتها الكل، معناتها هذه الوجبة الوحيدة اللي ياكلوها. لا تعرف شنو صاير في تونس، لا شكون الرئيس، لا شكون في الحكومة، لا أحزاب ولا حتى شيء. الماء اللي تشربه العائلة هذه تجيبه من واد ملاك، تخليه في وعاء بلاستيكي حتى يترسم، معناتها يهبط تتراب اللوطة. الماء اللي يقعد الفوق من بعد هما اللي يشربوه. الماء الملوحة متاعو تتعدى 3 غرامات في الليتر. هذا يصير في تونس عام 2015. شيء اسف وراء ونعرف وائل باش ما نغطيوش عين الشمس بالغربال، راه فما برشا بلايص فاركو في فما حالات مزري اكثر من هكا، فما برشا بلايص وبالحق فما عباد ما يعرفوش شكون الرئيس، وفما عباد ما يعرفوش. باش نسمعك بعد شويه اكزامبل نتاع مواطنين. شفنا بعد الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت، خرجوا برشا تلفاز وبرشا وسائل اعلام وصوروا في المناطق اللي كيما هكا اللي تحكي عليهم انت في الجبال، من حق فما عباد ما تعرفش شكون الرئيس، ما تعرفش اصلا اللي صار الثوره اللي اتعس من هكا. شفنا من عارفه دي فيديو دير فما عباد ما تعرفش اصلا اللي صار الثوره في تونس، باش تقول لي انت تو ما يعرفوش شكون الرئيس ولا ما يعرفوش شكون. اذا كان هما الاساسيات نتاع الحياه ما عندهمش، كيفاش تحبوا هو يلوجوا شكون الرئيس ولا شكون الوزير ولا شكون اللي شدد البلاد؟ حاجه ما تهموش. فوالا هو بالنسبه لي له اعطيه كيفاش يعيش وكيفاش يعيش ويأكل ويشرب. اي في الحاله هذه احنا لازم نلوموا على المسؤولين باش يوصلوا للعباد هذوما، احنا اللي احنا فما ثوره صارت في البلاد واللي فما رئيس ويحسنوا ظروف العيش نتاعهم. على كل خليكم التعليق لكم انتم اللي تسمعوا فينا، كما قلت اكزامبل من بعض المواطنين التوانسه اللي يعيشوا في تونس اليوم واللي ما يعرفوا حتى شيء على شنو صاير في تونس. اسمع، شكون يحكم في تونس؟ تونس مو الرئيس وندري عليه. شكون؟ نعرف عليه اسم شكون؟ ولدي لا نكتب تنزل نعرف عليه شنو، عندي مسجل نحطها نصلي عليها وكهو.
هاكاو تعرفش رئيس تونس شكون؟ يا بنت قولوا لنا شكون الرئيس انت علينا الرئيس حتى القرايه مانيش كاري يا اخويا حتى التلفزه ما نفهمش فيها هاني عدوا فيها كلاصلع هو الباجي ولا ريفو دو بريس.